السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب شخبارك؟ سوي معك بسلوم. اليوم جايب لكم مقطع كود 9 او بلاك ابس 2، تقدرون تقولون كومنتري. اي كومنتري صح. المهم جايب لكم اليوم جيم في فرول بسنايبر باليستا، مركب عليه الفاست ماج و والاف ام جي على ما اظن. عيب الباليستا المشكلة ان ذا عيب الباليستا المشكلة زبدة، عيب الباليستا ان هيت ماركر، فهذا الشيء اللي يقهر. ومثل ما تشوفون جايب لكم لقطات من الجيم، يعني مو بالجيم كامل، لان الجيم كامل تقدرون تقولون بيطول وفي فهاوة اصلا، يعني فهي وزي اللي ما اقتله على طول، يعني في حوالة زايدة الزبدة. الجيم كان شو اسمه في ماب يمن، في طرف الجوال مثل ما قلت لكم، السلاح الاسكندري المضم 5-7، المسدس اسمه 5-7. تشوفون يعني قتلات كثيرة بالمسدس، بس اضطريت يعني كذا، لان مثلا تو درع مالي بالمسدس، يعني وش يبغى انا اسوي؟ وش اسمه، اعذر اني قاطع عن القناة تقريبا اسبوع، بس قاعد اجهز شيء اللي هو مونتاجين، مونتاج للي يحبون ماينكرافت، مونتاج اللي يحبون كود. فأعتقد يعني حقين ماينكرافت أكثر، مع أن قناتي في البداية نزلت قاطع كودو بس مسحتها، أو تقولون يعني نزلتها بعد ما مقطع ماينكرافت الزبدة. المهم مقطع مونتاج ماينكرافت خلصته، أما كود كان عندي نزل أول يعني أيام 3000 مشترك، بس مسحته، وصل 100 لايك ولا ديسلايك الحمد لله، بس اني مسحته للاسف. يعني في ايام اول اني اوصل 100 لايك شيء ترى خرافي، الحين يلا وصل ترى 120 لايك كذا، يلا وصلها. ف شو اسمه، وصلت 100 لايك ولا ديسلايك، دعمني كيف كومنتيتر الله يجزاهم خير، فللاسف اني مسحته مثل ما قلت لكم. وان شاء الله المونتاج اللي بنزله بس مو بيكون زي هذاك المونتاج، بيكون زي اللقطات بس المونتاج غير، لان اللقطات يعني كانت على الصوت اللي مركبه، فبغير الصوت، بحط بيت بوكس او انشود والله ما ادري بالضبط، لاني حطيت اول انشود اسمها زين وكذا، وقال لي عليها حقوق وما ادري ايش، ورحت مسحتها. فان شاء الله اني ما راح احط مره ثانيه مهر زين، لان كل مقاطع عليها حقوق، ففي بعض الباصنرات يعني ما يجي عليها حقوق، عادي تحط مقطع صوت كذا يعني من اي واحد في اليوتيوب، لو يكون مهر زين، مايك توبكنز، لايك حق البيت بوكس، اي واحد تحطه ما يجيك شيء. فالبارتنر حقي يجيني تحذير او حقوق او زي كذا. وش اسمه الكومنتري هذا، من زمان اضطريت اني انزله، لاني من زمان اصلا ما نزلت كود ولا شيء، لاني ترك كود لي اسبوعين بس العب الحين عشان ارجع لعبتي، تقدرون تقول رجعته على الخفيف. فجبت لكم لقطات عشان ما يطول الجيم، وبس هذا اللي كان عندي اليوم. كما اقول لهم اتمنى مقطع عجبكم، لا تنسون اللايك والمفضل او سبسكرايب. وش اسمه، حسابي في تويتر تحت، وشوف القتلة الأخيرة اللي قدامي ذا، والله معليش سبك لا على درجة قاعد أدور عليه وقتله الزبدة. هذا كان عندي اياكم، كل سلام، يلا اشوفكم على خير.